مرحبا بكم متتبعينا في حلقة جديدة من برنامجكم تويشية رياضية. تويشية اليوم شفتوا معنا في بلاطو مختلف. تويشية اليوم غتوليو ديما تولفوها علينا في هذا البلاطو، كما أن تويشية اليوم هي عبارة عن لقاء خاص حول الظروف اللي كيمرمنها فريق شباب محمدية. هذا الفريق تخسرات عليه فلوس كثيرة، شدها أي تمنى، حاول يصرف، حاول يجيب الفلوس، حاول يجيب مستشهرين، طلع الفريق إطاب بار إطاب من الهوات القسم الثاني قسم الأضواء، جاب لعابة، لكن لسوء أحوال ولسوء الظروف الفريق ما قدرش يفرض الذات ديالو في القسم الوطني الأول. واليوم كنشوفوه ما قدرش يحقق حتى شي انتصار لتسعود أو ثمانية دورات متتالية. هذا الفريق منين طلع القسم الأضواء حقق ثلاثة انتصارات، ومن ثم هو كيتعادل وكينهزم، انه من الدورة 11 ما قدرش حقق ولو انتصار واحد. احنا اليوم كنلعبوا الدورة 19، وان الفريق تابعوا مقابلات قوية، ونهار الخميس غيلعب مباراة اللي قوية بزاف ضد فريق الرجاء الرياضي. فريق ما عنده استقرار تقني، غير مدربين كثار، جاب طاقة اسباني ما قدرش يفرض الذات ديالو، جا بن هاشم ما قدرش يحقق نتائج قوية. اليوم كاين مدرب ولاعب سابق اللي هو ود الفرقة وود المدينة رشيد روكي. رشيد روكي شد الفرقة ولكن شدها في ظروف صعيبة بزاف. شباب محمدية سمعنا بزاف ديال التأويل عليها، أو التأويلات كما كنقولوا، أزمة النتائج، أهداف المسطرة ما تحققاتش، تغييرات ديال المدربين، كاين أزمة مالية، المطالبة برحيل الرئيس، حطوا الكار ديالهم اللي تحقص تخدا بكثر من 400 مليون المزاد العلني، يقدر هبط للدوزيام سيري الى ما حققش نتائج كثيره او ايجابيه في هاد 11 ماتش اللي بقات، الخساره الاخيره ضد واتزم. هادشي كامل خلى الجماهير ديال الفرقه يبداو يشكوا. هادشي اللي خلانا نحاولوا نتواصلوا مع عميد الفريق الشباب ايوب عديله، وحنا غنخليوكم دابا معنا وغنجريو اتصال مباشر مع ايوب عديلة باش يشرح لنا الظروف اللي كيمر منها النادي. خليكم معنا في الاتصال اللي غنجريو دابا. مرحبا بك سي ايوب عديلة، عميد فريق شباب المحمدية، مباشره معنا في ماسينك راديو. شكرا اخويا ومرحبا بالمستمعين الكرام. سي ايوب عديلة، اليوم اتصلنا بك على قبل بزاف الامور على شباب المحمديه. كنعرفوا ان شباب المحمديه فريق اللي دخل بقوه القسم الوطني الاول باش يحقق نتائج ايجابيه ويكون من بين الفرق المتصدره للترتيب ديال البطوله، لكن قدر الله ما شاء فعل. كنلاحظوا ان الفريق من الدوره 11 ما حقق حتى شي انتصار، كاينين جوج هزائم ومن بعد ست تعادلات في 8 الماتشات الاخيره. هنا انت كعميد فريق ديال شباب المحمديه بغيناك توضح لنا شويه على هذه ازمه النتائج اللي كيمر منها الفريق. اولا كنبغي نتاسف للجمهور ديالنا اللي صراحه الجمهور الغيور على شي فريق شباب المحمديه اللي يستحق يشوف فريق فواحد نتائج مفرحة وبزاف الحوايج زوينين اللي صراحة جمهور يستاهل. وبالنسبة لنا احنا فالمشكل ديالنا احنا كلاعب خصنا احنا نعاونوا راسنا ونخدموا ونجتهدوا باش ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابية، حاجة الحمد لله شحال حاجة موفرة لنا ومساعدانا باش ان شاء الله باش نكونوا زعما في الصورة المطلوبة، مي كتبقى لا شونس وحنا خصنا نزيدوا نجتهدوا كيف قلت لك، لان كلشي داير خدمته داير جهده كذلك. حتى حنا صراحه ماشي كنقول لك انا مي حنا الكره في يدينا كيف كيقولوا، فهمتي؟ حنا اللي خاصنا نترجلوا ونجتهدوا باش ان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه، وقادرين ماشي ما قادرين الحمد لله بلي كاليتي اللي كاين في الفرقه والمساعده ديال جميع مكونات النادي الحمد لله قادرين ان شاء الله نقول الكلمه ديالنا. ولكن ما بقاش الوقت اللي نادم يتعطل ولا يدير الغلط، فهمتي؟
ايوب كنعرفوا مازال 11 الماتش على نهايه الدوري، نتوما في الترتيب 14. الاهداف المسطره اللي كانت من قبل الاداره والمكتب المسير ديال شباب محمديه ماشي هي اللي ماشي فيها الفريق دابا. بغينا نعرفوا شنو السبب ديال هاد الشيء اللي طاري فيه فريق شباب محمديه دابا. واش عدم الاستقرار ديال الاداره التقنيه ديال النادي، ولا نقدروا نقولوا بان اللاعبين ما دايرينش داكشي اللي في جهدهم؟ هي لا هذه بالعكس، الحمد لله كل شيء مزيان، الدراري تاهم هما مقاتلين ديال جهتهم، كتبقى غير الحظ. وحنايا حنا الاحساس ديالنا هو كنقولوا زعما بغينا غير زعما ندخل الشبكه، وديك الساعه غتبقى محلوله الشايه، فهمتي كيفاش بغيت نوصل ليك. حنا كنتسناو هذاك البيت ان شاء الله، حنا الحمد لله بالكاليتي اللي كاينه قادرين ننافسوا على البطوله والله العظيم. مي الكره هي هذه، ماشي مشكل الانسان يتعلم من الظروف اللي كيمر منها ويخدم على راسه ويجتهد. وكيف قلت لك راه باقي 11 ماتش، باقي الخير ان شاء الله، وغادي ان شاء الله نحقق فيه بزاف ديال النقاط اللي نفرحوا بها الجمهور ديالنا اللي صراحه محق لك عا فهمتي. حتى شي شيء هذا ما زوينش ما كيعجبش، وحنا ما علينا الا نترجلوا نخدموا باش ان شاء الله نقدموا مستوى افضل ان شاء الله. حنا كنعرفوا السي عديله الماتش ديال اليوم الخامس المقبل كاين ضد فريق كبير، فريق الرجاء الرياضي اللي لعب على الفوز بالدوري وحقق نقاط في هذا اللقاء، وانتوما بدوركم في هذا اللقاء لاعبين على 3 نقاط باش على الاقل تهربوا شويه على تدييل الترتيب. كيفاش غتجريوا هذا اللقاء؟ شنو الاستعدادات اللي كتستعدوا لهذا اللقاء، خصوصا كنعرفوا انكم بديتوا لونطريمون وقيلا ما خديتوش يوم راحه من بعد الماتش ديال يوم السبت؟ كان واحد نهار ديال الروبو اليوم ان شاء الله غندخلوا نرجعوا لونطريمون للتدريب. اش نقول لك، ما فريق الرجاء كاي فريق حنا كنوجدوا الماتش ديالنا، حنا اللي كيهمنا هو اننا نحققوا 3 نقاط في الميدان ديالنا، وان شاء الله تكون البدايه ديال الفوز بالمباريات انطلاقا من المقابله ديال يوم الخميس باذن الله. حيت الكره تعرف ماشي زعما لاعبين، هذه كره هي هذه، الانسان خصو يكون عنده يدخل باغي ياخذ 3 بوان باي طريقه، وكمان من عند الله، ولكن الانسان يكون موجد وخادم ومجتهد باش ربي كيجيب التيسير. ماشي ضروري يلعب مع الرجاء، كتبقى الرجاء فرقه مزيانه، حنا راه فرقه مزيانه وعندنا دراري كواليه تبارك الله ودراري مزيانين، لكن قلت لك خصنا غير نجتهدوا ونترجلوا غيكون على خير ان شاء الله. خصوصا اللقاء ديال الرجاء كثر عليه القيل والقال قبل ما يتلعب الماتش. كنعرفوا كاين تغيير ديال المدرب كما قلنا، مشى بن هاشم جا رشيد روكي. روكي ود الفرقه، ود المحمديه ود المدينه. بغينا نعرفوا رشيد روكي شنو اللمسه دابا اللي بدا كيعطي اللاعبين، واش لعب على الذهن ديالهم ولا حاول يبدل التاكتيك ديال الفرقه؟ شنو اللمسه اللي دار رشيد روكي منين جا الفرقه، خصوصا كنعرفوا جا فواحد الفتره صغيره دابا؟ اولا بعدا كنشكر المدرب امين بن هاشم اللي حتى هو خدم وعطى دار مجهودات كبيره، مي كيف كنعرفوا الكره هي هذه. وبالنسبة للكوتش رشيد تبارك الله فهو غني عن التعريف، هو راه تيحاول يدير اللي في جهدو باش يقرب الدراري عنده، تكون واحد لومبيونس والأجواء زوينة في لونطريمون كذلك في الماتش. وأنا كنظن بلي داكشي اللي كنشوفو داكشي اللي كنحسو حنا خاصنا غرباه، والله إن شاء الله ما يوقفنا شي حد. الإحساس ديالي أنا ماشي بوحدي، ديال الدراري كاملين. واحد كتشوف بنادم باغي، كتشوف بنادم كيخدم، كتشوف بنادم كيجاهد، مي كوم الحمد لله. اش نقول لك اخويا، حنا غنكملوا بحال هكا ربي ان شاء الله، هذا الماتش غيجيب تشيسي. هادي لكن واحد النقطه بغيناك توضحها للمستمعين ديال ماسينك راديو. هاد النقطه انه بزاف المعلومات كيجيونا دابا كيقولوا بلي كاينه شي ازمه، ما ازمه داخل شباب محمديه، وان اللاعبين مازال ما توصلوش بلي سالير ديالهم. بغيناك تكونفيرمي لنا هذه القضيه ولا تكذبها، واش بصح ولا لا؟ لا ما كاينش هادشي، امور الحمد لله مزيانه، كل شيء بخير في الفرقه. المشكل ما كاينش من جميع النواحي، حتى المشكل كاع ما كاين نهائي. اذا شكرا اللي وصلتي لنا هذه الرساله ومن وضحتي لنا هذا الامر. مرحبا نهيو معك المكالمه والحلقه ديال اليوم. بغيناك توجه رساله للجمهور ديال الشباب المحمديه، وشنو الميساج اللي توصل لهم باش يزيدوا يثقوا في اللعابه والدراري؟ كنعرف خصوصا كنعرفوا ان الفرقه
فيها لي جون بزاف وباغي نعطيو للشباب. انا بحكم العام الثالث ديالي مع فريق بن محمديه، الهضره اللي غادي نبغي نقول غنقولها من قلبي، نبغي نقول للجمهور المحمد الفريق شباب محمديه يتيق فينا، وحنا كنعتذروا على سوء النتائج وعلى سوء المردود، فاحنا كنوعدهم باللي غنديروا اللي في جهدنا وغنترجلوا معاهم اكثر من القياس باش ان شاء الله نفرحوهم ونحيدوا من هذا المرتبة اللي ما كتشرفش مدينه المحمديه وجمهور المحمديه وجميع مكونات فريق المحمديه. شكرا ايوب عديله، الرساله واضحه. كنشكروك حتى كنتي معنا اليوم ضيف على حلقه تويشيه الرياضيه. نتمنى لكم مسيره موفقه وان شاء الله تحققوا نتائج ايجابيه والمباريات المقبله تكون في الخير على الفريق ان شاء الله يا رب. شكرا.